كيف يستطيع الإنسان التفريق بين الرؤية والحلم؟ نعم، الغالب أن الرؤية تكون ساقطة يفرح بها المؤمن وينشرح لها صدره، وتكون يعني مركزة. وأما الحلم فمن الشيطان، يأتي بالأمثال يضربها للنائم تزعجه وتروعه وتقلق راحته. وهناك ما يشبه الحلم مما لا أساس له ولا معنى له، مثل ما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام، سأل ورجل قال يا رسول الله إني رأيت في المنام أن رأسي قد قطع وهرب، رأسه هرب، فجعلت أشتد وراءه، هو يركض وراء رأسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك. فالغالب أن الحلم ما له أصل ولا له معنى، وإنما يكون ليروع الإنسان. ولهذا ينبغي إذا رأيت رؤيا تكرهها أن تستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، وأن لا تحدث بها أحدا. فإن استيقظت من منامك فانقلب على الجانب الثاني، وإن عادت إليك فقم وتوضأ وصل، فإنها تذهب بإذن الله.